أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالرعاية الموصولة التي يحظى بها القطاع التعليمي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ما مكن الوزارة من تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال حضور الوزير لحفل جائزة سمو الشيخ سالم العالي الصباح للمعلوماتيه برعايه حضره صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه وبحضور سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ولي العهد لتكريم الفائزين بالجائزه المعلوماتيه تحت عنوان افضل المشاريع التقنيه حيث فازت وزاره التربيه والتعليم بمملكه البحرين عن مشروع البوابه التعليميه الالكترونيه والتي تستند بشكل اساسي الى مشروع جلاله الملك حمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي وقد تسلم الوزير الجائزة في الحفل الذي تم خلاله الاحتفاء بمرور عشرين عاما على انطلاق الجائزة في العام 2001 مشيدا بالعلاقات الاخويه الراسخه التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافه الاصعده من بينها الصعيد التعليمي في ظل قيادتيهما الحكيمتين يحفظهما الله ويرعاهما، مضيفا بان هذا الفوز يعكس الدور الكبير الذي تقوم به البوابه التعليميه في توفير المواد التعليميه المتنوعه وذلك منذ تدشينها عام 2015.